السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي داير انا الخوت بخير عليكم، كلشي مزيان، الاحوال ما كاين ما يشوش، والله يحفظكم ونتمنى يا ربي يا ربي نلقاكم صحة جيدة ونلقاكم فرحانين يا ربي امين، كيف حتى حنا كنكونوا فرحانين. الله يدخل الفرح والسرور على القلوب ديالنا وعلى جميع قلوب المتتبعين باذن الله. وهادشي اللي كاين الخوت. بالنسبة للشكر بعد الجزيل الاخ ابراهيم، خونا ابراهيم من الديار المغربية وبالضبط من الواد، من الواد هنا في سلا، كيسكن نتا حدايا هنا في الواد، ماشي حدايا وانما راه الواد راه شويه راه بعيد لتحت من الواد هذا. التعامل اللي تعامل معنا انه مسكين عيط ليا وزق، قال لي واحد الحميمه ها كيفاش وها كيفاش، قلت ليه ما مشات ليا حتى حمامه، لان انا هذه كنت نسيت، هذه راه ما مشاتش ليا البارح ولا وين البارح. حنا ديما كنشوفوا الجديد، يعني كنشوفوا الحمام اللي مشى لينا قريب هو اللي كنهضروا عليه. الحمامه اللي ضربات فوق اسبوع ما كنبقاش انا نهضر عليها، الحمامه اللي كتكون ضاربه فوق اسبوع ما كنبقاش نجبدها كنساها. يعني كنجبدوا الحمام الجديد اللي كيكون مشى لينا جديد هو اللي كنهضروا عليه. هذه راه تقريبا نقدروا نقولوا مشات ليا واحد 6 ايام هذه، باش مشات ليا هذه الحمامه هذه، هي هذيك تقريبا واحد 6 ايام على ما كنظن، والله اعلم نهار السبت طلقتهم ولا ما بقيت، لا ماشي السبت، قدر ما بقيتش عاقل بالضبط بعدا شي 6 ايام. راه كنت قلت لكم طلقت الحميمات بالجوع، وكنت صورت الطير في السماء، كانت الطير والحمام تخلع وعلام شاق عاد، وفي اخر المطاف كيجيني خو هادي، هو اخر واحد راه دفلي سيوفا بويد، خوها من نفس الاب ونفس الام، وهاد الحمامه هادي غطسات مشات ما بانتش. واتصل بيا البارح كيف شفتو في الفيديو، اتصل بيا الاخ زكريا قال لي اخويا جمال واش مشات لك شي حمامه سيوفا بويد؟ قلت ليه لا ما مشات لي حتى حمامه نورمالمون في الاول. قال لي قلت ليه شحال السيري ديالها؟ عطاني السيري، قلت ليه ديالي السيري، وانا نتفكرها، قلت ليه واش دفليه صغيره ها كي دايره رقيقه بق مقلق لق، قال لي هي. وما علينا، الشكر الجزيل ليه، مسكين راه صدق جابها لينا من الواد، جات عندي حتى العشيه البارح في العشيه، جا عندي حتى لهنا الحمى بالبيكالا وجابها لي، راه هي هذه الحميمه الخوت، راه كنت ديجا هضرت عليها فاش كانت مشات ليا، هي هذه راه كنت ديجا هضرت عليها، راه كانت مسكوتشيه، راه حلوا ليها السكوتش. ودابا راه ما غاديش نطلقها، دابا راكم عارفين انها اسبوع وهي خارجه على الدار، يعني راه نقدر نطلقها تكون الله اعلم، الله اعلم تقدر تكون مولفه شي سطح شي حومه كانت تالفه فيها والله اعلم، وتقدر غير ترجع الاخ زكريا، زكريا تقدر ترجع ليه الله اعلم. رحمه ما كتبات عندك نهار تاكل تشرب تتعطيها صافي كتهرب كترجع لمولاها، لهذاك اللي كلات وشربات عنده ما كتعقلش كاع على هذاك اللي تفرخات عنده، وهادشي اللي كاين الخوت. وبالنسبه للشنيبرات راه اليوم لقيت الباب محلول الخوت، والله اعلم شكون اللي حلو، ولا الباب ديال النتيوات لقيته محلول، هاكي لقيت الباب الخوت بحال هكا، انتي وقفي انتي وقفي، هادي الوقافه مع الكنهضر، كيف قلت لكم لقيت الباب بحال هكا الخوت، هكا بحال هكا لقيت الباب بحال هكا كيف كتلاحظوا بحال هكا لقيت الباب. وخرجوا لي النتيوات، الشنيبرات خرجوا والنتيوات وطلعوا فوق الشجنه. دابا راه باقي لي ثلاثه اللي فوق الشجنه ديال النتيوات، هذه غادي ندخلها لانها راه واكله شاربه، حنا غادي نطلقوا الدكور يفرفروا واحد شي شويه جيبني تيدخل، سيروا نتوما حتى وحده ما تخرج، حتى وحده ما تخرج، طلعي 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 طلعي، جي 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 طلعي، سير حتى وحده ما تخرج، طلعي يلا طلعي 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 طلعي. ها انا الخوت من ناحيه الشنيبرات والإنات، الحمد لله راه الامور طيبه، يعني كيف كنقولوا صفر ضايع الحمد لله، صفر ضايع. واخا واحد القضيه، واخا حيت ديك الصفر واحد الشنبوره الخوت هنا الا كنتو تعقلوا عليه، فهاد الجوج هذا اللي كنوكل ليا الطوبي، جوج شنيبرات كاين هذا وخوه راه ما كاينش، البارح مشى خو هذا دفلي، البارح راه مشى، فين مشى الله اعلم، راه تلف، هادشي اللي كاين. يلا ونتمنوا الخير والتيسير لنا ولغيرنا يا ربي امين.
حنا دابا غادي نطلقوا هاد الدكور لان باقي لنا ثلاثه ديال البياسات الفوق ما بغاوش يهبطوا. غادي نحسبوا بعدا هادو، خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. حسبنا صافي صافي الخوت، حسبنا هنا بالنسبه للدكور. واحد الدكار كيهجا الخوت، بلاتي بلاتي نوري لكم. ها هو الفوق، شوفوا الفوق. بالنسبه للدكور انا حسبتهم راه لقيت غير 19 دكار اللي كاينه. هذا راه دكار الخوت، هذا باك صفر، هذا ديال تيفلت الدفلي باك صفر. هاد كي راهو شوف هاو كيهيج، راه ذكر هذا، راه ذكر ديال تيفلت هاد الدفلي، راه ذكر واحد تيشويه غادي ندير ليه الطرطقه وغادي نعزلو. هذا راه طلع ذكر الدفلي ديال تيفلت باك اصفر. ما علينا، بالنسبه للدكور عندي هنايا الخوت راني حسبتهم، لقيت جوج ناقصين في الدكور، جوج ناقصين. وعندما راه 100% راه هما الفوق، 100% كيف قلنا راه هما الفوق. حنا غادي نطلقوهم يطيروا يفرفروا شويه وانا معاكم. كيف قلنا الخوت بالنسبه للدكور باقي ليا 19 20 21، باقي ليا جوج بياسات اللي باقي ليا. و100% راه كاينين الفوق، فوق الشجنه راه كاينين ثلاثه الحمامات فوق الشجنه، ثلاثه ديال الحميمات اللي كاينين فوق الشجنه. ان شاء الله غادي يكونوا جوج معاهم والله اعلم. حنا هادو غادي نطلقوهم يفرفروا واحد شي شويه، كيف قلنا غادي نطلقوهم ان شاء الله يفرفروا واحد شي شويه من هنا تيتشمشوا. انا خويا زياد هذا الدكر ديالك، ها هو غنشوف كيفاش ندير باش نصيفطو لخويا جهاد. راه هو تبارك الله، شوف شوف ذكر مليح في المستوى الرفيع ديال التهباط. كيف قلنا الخوت بالنسبة للدكور ضروري غادي نحليهم، غادي نخليهم يخرجو بوحدهم شوية عليهم إن شاء الله. أكلاو هاديك الماكلة اللي شاطت الآخرين، اللي شاطت الإناث هما اللي كلاو. تحية لخويا جهاد وخويا سمير، خويا زهير، خويا البشير، خويا المهدي، خويا محمد. انا الخوت كيف كتلاحظوا الحميمات هما كيتشمشوا، هما كيتشمشوا ان شاء الله نخرجهم ضروري يفرفروا. هاد بالنسبه لهاد البيض، هادو راه بيضه وحده كتشق، يعني بيضه وحده راه صادقه راه كتفرخ. حنا غنخرجوا هاد الولي هاد الكوكو، خرجوا خرجوا وليدو خرجوا، تي تي خرج خرج. هاد البيض كيف قلنا الخطرة ما بغيتش انا نوريكم واحد البيضه منهم، يعني ما بغيتش نهرسو ليهم وبيضو فواحد، يعني فواحد البلايصه اللي ما خصهمش يبيضو فيها وصافي. قلت قدر الله ما شاء فعل، مكاتب بغاو ما يبيضو هنا خليتهم يبيضو هنا. بالنسبه للبيض انا غادي نوريكم، انا الخوت ها شتوها راه كيتحرك وسطها شتي، ها هي مشقوقه، هي هي مشقوقه الخوت، ها هي هي بدات كتشق. والبيضه الاخرى الله اعلم هذه هو كيتحرك فيها، راه داير الصداع نيت وراه منهم الارض سبحان الله العظيم. شوف ولاني هذه يمكن حتى الغدا، علاش؟ حيت ها هي تا هي تا هي هاي كتشقى الخوت، ها هي شتو ها هي كتشقى، هاي سبحان الله. شتو البيضات راه بجوج صادقين كيف كتلاحظوا، ها هي كتشق تا هي. وشكون اللي قال هذا البيض غادي يصدق؟ والله العظيم الا كنت لقيت وحده لقيتها هنا في هذه الجهه الاخرى باردة البارح وجديتها وانا ندخلها اليوم، وسبحان الله العظيم هو راه غدا غادي تفرخ هذا البيض ان شاء الله. هادشي اللي كاين. دابا نخليو الحميمات هنا، اللي بغات تدخل تدخل، حنا غنخرجوهم كاملين، غنخرجوهم كاملين من بعد. اللي بغات غتدخل غتدخل، خرجو حتى هذا يمشي يقلب على راسو. سير سير كيف قلنا البداله راه الخوت راه دخلات البداله 100%، وان شاء الله على ما كنقول والله اعلم غدا ان شاء الله. لا ماشي غدا، نهار السبت غادي نمشي نقاد لهم ديك الثومه، لان الثومه من الضروريات
عندك الثومه والزيت البلديه ضروري ومؤكد. ها واحد جوجه واحد جوج شنابر الخوت شتوهم، واحد جوج شنابر واحد احمر، ها هما واحد جوج شنيبرات. هذا باك اتحاد، هذا الشيء باك احمر باك اتحاد، هذا حتى هو باك اتحاد، حتى هو باك اتحاد شنابر هادو بجوج. يلا الخوت خليكم معنا، لا تقطعوا ولا تستقطعوا. حميمه ترانشي جوج تبارك الله. نسيت راه في الصباح طلقنا الذكور، اللهم بارك، واحد تعليا علاوها كي دايره زعما شنقول لكم تبارك الله وصافي، هادشي اللي نقولوا اللهم بارك. يعني التعليا اللي علاو في الصباح راه واحد الولاعه فيهم زينه زينه والله العظيم الا زينه. يلا الخوت خليكم معنا، لا تقطعوا ولا تستقطعوا. يلا والله العظيم الخوت الا كنهضر بحال الهبيل، قسما بالله الا كنهضر بحال الهبيل، وعند بالي كنصور انا ما كنصورش. كيف كتلاحظوا الذكور هما بداو كيهبطوا الخوت. وتحيه لخويا يونس من الديار الايطاليه، وخويا يوسف من الخميسات، والزوجه ديالو ايفانا من جمهوريه التشيك. وتحيه للجاليه المغربيه، الله يجيبهم على خير. خويا عبد الرحيم الله يجيبك اخويا على خير ان شاء الله، طريق السلامه باذن الله. الاخ عبد الرحيم جاي ان شاء الله من الديار الاسبانيه، جاي في حاله الى مدينه سالا ان شاء الله، الله يسهل عليه. وطريق ميسر باذن الله، طريق ميسر باذن الله. وجميع المغاربه القاطنين باوروبا، والجاليه المغربيه القاطنه باوروبا، واللي جاي في حاله المغرب الله يجيبو على خير، طريق السلامه باذن الله. كيف كتلاحظوا الحميمه هما كيهبطوا. تحيه لخويا جهاد والاخ البشير، خويا عصام وخويا جلال مكروم. امر الحميمه تما هبطوا، الحمد لله والشكر لله. يعني 100% الحميه دوك جوج كور الخوت غادي يكونوا الفوق. ها واحد الشنبور هو ديالي طوبي، ها هو ديالي، هذا الطوبي، هذا الطوبي من دوك الصغار، حيت كاينين عندي في الذكور جوج صغار اللي كاينين. ها هو شو الخوت، هو جاي جوج طوابه صغار، لانهم هو هذا الشو، لانهم باقي ما مرسينش كيف كنقولوا مزيان. جوج طوابه صغار ما مرسينش مزيان. تحيه لخويا هشام من ايمن تانوت، وخويا منير مخلص من الدار البيضاء، تحيه للموالي ديال الدار البيضاء. والبطل ناصر الدويله، خويا امجد من مدينه مراكش، تحيه لخويا امجد من مدينه مراكش. خويا فتح مخزومي، خويا علاء الدين من تفلت. وتحيه العائله الطربيع طه، يسرى طه، والله المستعان. وخليكم معنا الخوت ان شاء الله، كيف قلنا يوم السبت باذن الله الى بقينا في الحياه غادي ناخذوا الثومه والحلبه والزيت البلديه، ثلاثه ديال الحوايج ان شاء الله غادي ناخذهم. هو الطويبي هو جاي، ها الطويبي كيف كتلاحظوا هو جاي ان شاء الله غادي يهبط باذن الله، ان شاء الله غادي يهبط لانه كيدور غير هنايا، هو اصلا مرسي راه كان تلف ورجع ما كاينش المشكل. وتحيه لخويا ابراهيم من الواد، مدينه سالانيت من الواد، حي النصر، يمكن شارع النصر، على التعامل اللي تعامل معنا في ديك الشنابيره، والله ما يسير ولا تعسر. دابا كيف قلنا الخوت غادي نسدو البيب، غادي نسدو، غنوريكم حنا غادي نوريكم الولاعه ديال الولاعه ديال الوديع، حيت شحال واحد قال لي بغاو يتولعوا في الحمام ديال الوديع. انا الخوت شنيبرات اللي كيف كتلاحظوا، باقي واحد اللي باقي في السماء، وان شاء الله غادي يهبط عن قرب. الهوايه ديالنا عن قرب، هادي يا ولدي كيف قلنا ان شاء الله. هاد البويضات ديال هاد البدعي هذا ديال الاخ بوعبيد الشتيوي، ان شاء الله غدا غادي يخرجوا الوليدات باذن الله. حنا حلينا لهم الباب بروفيوسوم يدخلوا، حنا غنولعوكم في الحميمات ديال الوديع حنقورا. ها هو البطل، البطل وديع ان شاء الله غادي نهبطوا نوريكم الحميمات ديالو،
ولكن راه اش نقول لكم كيضيع بزاف. باش كيضيع بزاف كيشريو هو هذا الشنبور هذا، فلوسهم كلها كتضيع على الحمام. كيمشيو يشريو الحمام من السوق من الحوانت وكيجيبوهم وكيطلقوهم، كيشريو كيجيبو كيطلقو. واكثريه ديال الحمام سيك سيك مزلزل، زيد زيد ولعنا زيد ولعنا، اكثريه زيد اوادير، اكثريه ديال الحمام ديالهم كيضيع عليهم. اكثريه شراو ذكر ب60 درهم تلقوه مشى ليهم، شرا واحد الذكر طوبيع والثاني ما عرفت شحال باش خداه هذا الشنبور هذا، ما عرفت شحال باش خداه. كيجيب هذا بالاخص هذا كيجيب الحمامه كيجيبها كيطلقها، كيجيبها كيطلقها. ها انا الخوت شتي شو كيدير راسو مال هذا، شو كيدير تحنا. انا الخوت كيف كتلاحظوا ها الجويجات ديال هذا بشحال كنتي خديتي قلتي لي 60 درهم هذا خداو. ها هو هذا بعدا هذا الذكر هذا جابوه ب60 درهم باش خداه، ولي حصل الحظ ما علقش، جابوه طلقوه حتى هو جا جلس الحمد لله ما ضاعش ليهم. هاد النتيوه ها هي ومعها الذكر ها هنايا جوجه، وهاد النتوه هادي راه مفرخه مع واحد الذكر ابيض، ها ولدهم هو هذا هو ولدهم ولد ديك النتوه هادي مع واحد الذكر. صافي عندهم واحد الذكر ديال الخينيسات اللي عندهم هنايا كاينين الفريخات، هذا داك الراود تو هذا. وهما الوليدات عاوتاني هادو راهم وليدات كيف كتلاحظوا، ها هي الام ديالهم وباهم هما هادو جوج هنا، الله يسخر لهم في حلالهم. هادي هي الولاعه، هذا كابوتشينو الخوت، هذا النوع ديال كابوتشينو هذا شتوه في ديك التكرفيطه في ظهرو راه بجوج هوغو. ها كابوتشينو هوغو انا الخوت والله المستعان. هادو راه كلهم مقزبين هادو عازينهم هنايا ما بغوش يفرطوا فيهم. هنا ملي كتعرفوا الولاعه واحد اخر كون جداد وكون ذبحهم، يعني كون جداد وكون باعهم، هما كلهم مقزبين محيدين لهم الجناح، ومع ذلك ما حيدوهمش راه ما خلاوهم، لان الولاعه في الدم كيف كنقولوا الخوت، الولاعه في الدم. هادو الهانكار، هادو الهانكار شوم جوجه ديال الهانكار. ايوا الحمد لله والشكر لله، ونتمناو الخير. نمشيو نطلعوا نتولعوا شويه في الشنيبرات ديالنا نشوفوا شنو كاين الفوق فرد فاقهم. يلا الخوت اجيو معنا، اجيو نطلعو نتولعو الفوق شوفو شنو كاين الفوق ان شاء الله. خد كيف قلنا ان شاء الله يوم السبت، الى كتاب يوم السبت ان شاء الله غادي نمشيو ناخدو، غادي ناخدو كنقولو الى كتاب غادي ناخدو الثومه والزيت البلديه وواحد نص كيلو ديال الحلبه وحاجه اخرى، وغادي ناخذ ان شاء الله الصباغه، الصباغه غادي نمشي نشري الصباغه واخا كتقام غاليه، الصباغه باش غنصبغوا الحمام، والحمام باش غنصبغوا غادي نبعد من الاحمر، اللون الاحمر ما غاديش نصبغ به، يعني نبعد من اللون ديال الاحمر نبعد منه، غادي ناخذ لون اخر. وان شاء الله خليكم معنا يوم السبت، الفيديو ديال يوم السبت ان شاء الله يكون فيه الخير، لان مازال تابعنا الفاكسين ديال الحمام، غنفاكسي الحميمات ان شاء الله، وبالاخص دوك الشنابر كاملين اللي عزلنا الاخرين غادي نفاكساو. ويبوي خصهم يتصبغوا، وخاصنا نديرو عاوتاني الحلبه ان شاء الله، الثومه والحلبه هذيك راه من الضروريات، الا ما كايناش راه ما كاينه لا ولاعه لا والو، ونتمناو الخير. وبالنسبه لهذه نتمناو هذه ان شاء الله، هذه هاد الانتي بارازيت راه تقدر تكون جايه في الطريق باذن الله في هذا الشهر 8 الى كتاب، الى كتاب ان شاء الله، والله اعلم والله اعلم ان شاء الله راه تكون جايه في الطريق. هذه حنا غادي نقولوا كاع منين تجي غادي نقولوا راه جات، وجات من عند من ومن عند من ومن عند من، هادشي اللي كاين. ويلا الخوت خليكم معنا تنشوفوا الحميمات كيفاش دايرين، ونسينا واحد ديديكاس جوج سنيبرات تبارك الله. واحد ديديكاس لخوتنا وحبابنا في ارض الوطن وخارج الوطن، كاع الناس اللي كيبغيونا والناس اللي كيسالوا علينا. تحيه لخويا عبد الرحيم الراسيخي من مدينه ولاد غانم، من ولاد غانم. وتحيه لواحد المولوع والثاني من مدينه الرباط الاسم ديالو سعيد،
ونتمنوا الخير والتيسير، والحمد لله والامور غدا الحمد لله الساره غدا زوينه. والله يبعد علينا الامراض، راك عارفين هاد الوقيته ديال البداله راه اصعب وقت. هما كيكونوا واحد جوج فترات تيكونوا متقاربين، هي فتره ديال التفراخ الخوت، هي فتره ديال التفراخ والفتره ديال البداله، هادو هما اصعب الفترات. التفراخ اول حاجه التفراخ يعني كتبقى كتمرض مع الحمام، فيه الضياع ديال الفلوس ديال الماكله، كتضيع لك الفلوس وبليس كو سا الامراض، يطلع لك ولد ناقص، ولد صحيح، ولد هذا ولد هذا، يعني كتبقى ديما مشكل. وقضيه اخرى عاوتاني الترسيه، ملي كتبقى ترسي الشنابر، على ما قالوا لي الاولاد الشنابر باح غير مشتتين، قال لك بيقال حمر هاد فليها طوبيها هذا، قال لك غير مشتتين. انا كنسد على حمامي تنقول لهم حما هنايا حتى حاجه ما تدخل عندي لهاد الشجنه، لان الحمد لله راه عندنا ما يزيد تقريبا ما يزيد على 100 حمامه اللي عندي هنايا، ما يزيد على 100 حمامه اللي عندي في هاد الحمام ديال السيبار، ما كنبغيش نزيد عليهم حتى شي حاجه، لان تقدر تزيد غير حمامه وحده غتمرض لك كلشي. اما تنقول لهم ما تدخلوا لي حتى حمامه، هادشي اللي كاين. وكيف قلنا الخوت الفترات هي فتره ديال ترسيه الشنابر، كتمرض مع الترسيه ديال الشنابر. وحاجه اخرى هي البداله، اذا حتى كترسي الشنابر ملي كتكون البداله كتكون المناعه قليله، يعني الحمام كيكون محتاج بزاف ديال الحوايج، الا ما خدمتيش مع الحمام راه كتمرض. وراه شحال من واحد داخل عندي حاليا، شحال من واحد داخل عندي على ود الدمعه، وكنضيجه كنهضر على الدمعه كنهضر عليها ضيجه، وهذه هي الاوقات الحرجه. هاد الاوقات هادي راه كلشي، ماشي كلشي الا ما الا اللي كيخدم. اما الدمعه راه كتصيب الاغلبيه ديال المواليع، كتصيبهم الدمعه. يعني من الاحسن هنا بنادم فين خاصو يخدم مع الحمام، ندير لهم شي حاجه طبيعي، ندير لهم الثومه، ندير لهم هذا. بالنسبه لذاك الاوكسي فيتامين الخوت اللي كنهضر عليه، ماشي كندير عليه الاشهار، غير هذا كان غادي نحسبه طبيعي. علاش؟ ما فيش دي زونتيبيوتيك كثار، كله فيتامينات. الا شفنا ديك الاونتي تيتراسيكلين فيه ضعيفه، يعني واحد النسبة ضعيفة، ما فيش نسبة كبيرة اللي غادي نقولوا راه مضاد حيوي في شكل القضية في الطاقية وعاد عاد جلون، لا لا لا، يعني راه في واحد النسبة وانا كنخدم به من شحال هادي، والله على ما نقولوا شيء، من شحال هادي وانا كنخدم به، والحمد لله الحميمات كيدوزوا زوينين، البدالة كدوز زوينة، ومازال غادي نعطيهم الخوت العشوب، العشوب راه مهم مزيان تصفية الدم، والعشوب مزيان الريش. العشوب وماشي العشوب ديال العطار، سي جيب ليا كرساله قزيت فارليتي شندقوره بزار داكار وتجيب لي داكشي وتخلطو وتعطيه للحمام، لا، الناس ديال اوروبا راه ماشي كيخربقوا، الناس ديال اوروبا راه شادين داكشي ومبخرين، وراه كاين فيديو في اليوتيوب انهم كيجيبوا العشبه قارين على العشبه وعارفين العشبه. هو الشنبوك ديالها، هو الشنبوك ديالي، صبروا هو الشنيبر الخوت، ها هو الشنيبر ديالي الخوت، ها هو او تبارك الله فين علا. واو واو شو هاي بزاف، طير سلحفاتي، طير 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 هاشي يجوز هاتي، معلي بزاف الخوت، معلي بزاف، يعني الا بقى بحال هكا غادي عاوتاني الدوخ ليه الميموار يدوخ ليه وغادي يمشي. راه هو هذاك، لا ده كان بوحدو، كان بوحدو، هادو في جوج طارو ديالو ياك، مصبوغين هاد، ما عرفناش فين هو. على قولة الله وكبر ديال العصر الخوت، الله وكبر ديال العصر، يعني راه مابقى ليا والو باش نمشي للخدمه ان شاء الله، نهبط نصلي العصر ونوجد البارطاج ديالي الماكله ديالي ونشد الطريق الى كابول ان شاء الله. فين هو؟ ما شوشو تبارك الله فين علاو سيهم. ما واو الطوبي شي الطوبي شي واو شي شوشو تبارك الله فين علاو. شوف هذاك بلي بحال غيتلف ياك. واو هز بزاف، علا بزاف، هاو غادي يلقاو، هما غيلقاو سيهم، هما غيلقاو، هما يلقاو، هما يلقاو،
تي دوراه هنا بعد امشي هذا كي دوراه هنا معلي بزاف الخوت هو معلي بزاف اه واو فوق الله شي شي الحميمات الاخرين فين علا والله ما داير نسيهم حنا ما علينا ما غاديش نبقاو حاضرين يلا الخوت نطلعوا على هاد الحميمات هادو نشوفوا نشوفوا شنو فيهم بالنسبه للدكوك تبارك الله اللهم بارك طاطو مزيان الخوت وعلى واحد التعليه زوينه تبارك الله نتمنوا فيهم الخير راه ما هبطوا وباقي شي وحدين اما باقي شي وحدين هما كيدوروا ان شاء الله ما غادي يتلاو دابا ونتمنوا الامور تكون زوينه هادشي اللي كاين نتمنوا الامور تكون زوينه اللهم يسر يا ربي تيسر يا ربي كيف كنقول يا ربي تيسر ان شاء الله ربي راه كيجيب غير الخير الخوت حنا نتسناو فيهم يهبطوا حتى حنا غادي نهبطوا ندردبوا فحالنا نمشيو ان شاء الله نمشيو نصليو العصر ديالنا ونجدوا الرحال الى مدينه العرفان ان شاء الله نتمنوا دوك داك الشنابير الطوبي اللي كنعلى بزاف يهود يكون هود لانه ديك التعليه اللي علا علا واحد التعليه شويه قاصحه نتي الخوت شويه تعلى بزاف هذا مكان الاخرين هما جايين لان راه تاهما علاو يلا الخوت نتمنوا الخير ان شاء الله وكيف كنقولوا خليكم ديما معنا حنا راه ديما حنا غادي مولعين كيف كنقولوا ديما وحنا غادي ديما مولعين والنشاط غادي ان شاء الله نتسناو راه مازال جيل جديد ان شاء الله باذن الله حنا تابعين الحميمات دابا دقه باش نعرفوا المراحل اللي كيدوز فيهم الحمام كنشربوا راه خرجناهم كنشوفهم يوميا تقريبا كنلوحوا الفيديوهات يعني راه الحميمات متبعينهم يوميا باش غادي يجي واحد النهار غادي نعرفوا بان هذا الحمام هذا راه كان هاكيا هو يبدل وصفه وان شاء الله ندخلوا للميغمار ديال السباقات حاجه اخرى اللي كنبازيو عليها الخوت وغادي نبازي عليها انا وكنبازي عليها ديما هو اللي باد مانيتيك الخواتم الالكترونيه يعني المولوع ما يتسناش حتى شهر 12 ويقلب على الخواتم هذه نصيحه لان انا كنديرها ودرت العام اللي فات ودرتها ويل العام اللي فات دابا راه كاينين الخواتم الالكترونيه لي باك مانيتيك راه كاينين دابا فهمتي واحد الحمامات جايين شيهم لا سيفيانوس صافي مشاو ما علينا قلت لكم راه كاينين دابا الخواتم الالكترونيه في كاسا فين ما مشيتي راه كاينين شنو مخرجيه متيسه شي واحد الحمامه شتها ها طوب. الله اعلم لا يكون هادي هي هذاك اللي كان معلي كيف قلنا الخوت الخواتم الالكترونيه سمعوني مزيان يعني المولوع دابا يقلب عليهم انا راه غادي ندومونديهم غندومونديهم غير كوم كوا باش غادي نقول ليه خلي ليا القد والقد ها اللي عندي الخوت ها هما يا علي باك مانيتيك اللي كان بزاف هما هادو علي باك مانيتيك اللي كان بزاف هادو هما لي باك مانيتيك هما حداك هما الخوت حنا غادي نحسبوهم حنا غادي نحسبوهم الخوت هادشي اللي كنكتبو فقط ها واحد الله لا شريك له ها 3 4 5 6 7 8 9 ها 10 ها 11 ها 12 13 14 15 16 17 18 19 20 يعني 40 43 حبه اللي عندنا 43 حبه اللي عندنا ديال لي باك مانيتيك 43 خاصني على الاقل غادي ناخذ 40 اخرى على الاقل خاصني ناخذ 40 يعني انا غادي ندوموندي عليها دابا حاليا ان شاء الله غادي ندوموندي عليها باش من بعد منين غادي توصل الوقيته غادي نلقى انا ديالي موجودين فهمتي ما غاديش نجلس انا تا الخير نقول لك حقه والواد ما دخلوش كورونا الازمه حنا راه تشي في المغرب باش معروفين الازمه وكورونا وهذه كنلقاو ليها السبه يلا والله ما يسير والله المستعان ونتمنوا الخير الخوت لينا ولغيرنا ان شاء الله وان شاء الله خليكم معنا الخوت ما تقطعوش معنا ان شاء الله الله يحفظكم ونجيكم وتحيه لكم الله يبعد علينا وعليكم جميع المصائب يا ربي الله يبعد علينا وعليكم جميع اي حاجه خايبه ان شاء الله وانتظرونا فيديوهات قادمين بحول الله وكيف العاده وراني اني احبكم وتحيه لخوتنا وحبابنا كاملين والى اللقاء والى فيديو قادم بحول الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهده ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.